كما تناولت وزيرة الإعلام مادلين ألينجي مسألة حل الهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون وتأسيس إدارة عامة جديدة بدلا عن الهيئة، هذا ما رأته الدولة مناسبا في الوقت الراهن. نتابع هذه الجزئية من كلمة الوزيرة بترجمة الزميلة إشراق عبد الله رحمة. La construction d'un siège ultra moderne de la radio et de la télévision à Djamena. إن بناء مقر حديث بالإذاعة والتلفزيون بأنجمينا والذي يحمل كل معاني الحداثة والتطلع إلى الرقمية سيكون جاهزا للعمل في نهاية هذا العام. وفيما يتعلق بالمؤسسات فإن حل الهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون وتكوين إدارة جديدة تابعة للوزارة وهي خصخصة وتعديل للحكومة لأجل إعادة هيكلة للوسائل السمعية البصرية. فيما يتعلق بالانتقال إلى الرقمية فقد تم إنشاء جهاز للإشراف والمتابعة منذ عام 2014. هذا الجهاز مدعوم من المنسقية العامة للإعداد الفعلي، كما أن الجمعية الوطنية صادقت ووافقت على مشروع قانون عام 2006 الموقع عليه في جنيف، واعتمدته الجمعية الوطنية في عام 2015 في مايو عام 2016. وقد وقعت البلاد على اتفاقية مع ديميك تصاحب البلاد في الانتقال إلى الرقمية، وأن اختيار ستار ثايم ليس وليد الصدفة، ذلك أن هناك خبرات فنية كامنة في إفريقيا وتطبيق هذه الخبرات في كل دولة في إفريقيا على حدة، كما أنه بات من الضروري استعمال سياسة الكسب وذلك في إطار الحوار ومرافقة البلاد تقنيا وفنيا والتعاون الاقتصادي المثمر مع هيئة مجموعة ستار ثايم لأجل تطوير وكالاتنا الفتية.